اتسأل سبب الانفصال ايه؟ قلت ما يخصش حد. الفنانة لقاء سويدان طليقة الفنان حسين فهمي اتكلمت عن أسباب الطلاق بينها وبين الفنان حسين فهمي، وقالت إن مشهد النهاية بيني وبين حسين كان قبل وصولنا للمحكمة، كان في حاجات لازم تخلص بشكل ودي، وفضلت ساكتة 9 شهور بحاول أحل معاه كل الحاجات دي، واضطريت ألجأ للقضاء وما عملتش حاجة فيها سخافة معاه نهائياً، ورفضت أتنازل عن حقوقي، وكنا متفاهمين جداً وجمعتنا قصة حب أنا وحسين فهمي، بس في النهاية النصيب حكم وما كملناش، وقالت إن كان في أسباب كتير للطلاق، بس الأكيد إن ما كانش منهم الخيانة. وفي لقاء سابق معاها كنا موجودين وقالت لنا أسرار كتير وحكايات كتير عن موضوع الطلاق. كل واحد دلوقتي احنا اي حد بيقول بتتفسر 500,000، لكن انا عادي يعني، انا فعلا شخصية جريئة، فلا ما زعلش. انا قلت مثلا معاك كلمتين، انت ممكن تاخد الجملة دي تقصها وتحطها في حتة تانية وترجع ترجعها. في فيديوهات نزلت، انا كنت في حوار تلفزيوني قلت كلمة سألت، فقلت كلام فلوينج يعني ماشي ورا بعضه بشكل معين، يتقطع منه حاجات دي مش مسؤوليتي، الناس تفهم منه حاجة غير اللي أنا قلته هم مش مسؤوليتي برضو، لكن أنا ما قلتش أنا اتطلقت بسبب كده. هي بتقولي هو غيور، قلت لها قالت لي كنتي بيسيبك تخرجي مع صحابك، قلت لها لا، وده كان اتفاق بيننا من الأول إن إحنا نعيش سوا طول الوقت ونسافر مع بعض ونخرج مع بعض. ايه المشكله؟ وايه المشكله ان انا قلت ان احنا متصاحبين بالحلال؟ هو ان الاثنين متجوزين يبقى بينهم روح الصداقه وروح الحب كانهم لسه ما اتجوزوش دي حاجه وحشه؟ انا ما بيفرقش معايا التعليقات السلبيه وما بشوفهاش وما بتاثرش فيا. انا اتسالت سبب الانفصال ايه؟ السؤال بقى اتحط وراه اجابه ايه مش موضوعي. اتسالت سبب الانفصال ايه؟ قلت ما يخصش حد. سبب انفصالي انا يعني حد ممكن يسالك انت اتجوزت مراتك ليه؟ طلقتها ليه؟ كل واحد حر. لكن اتسألت هو غيور؟ قلت له غيور. بتغيري عليه؟ وبعدين الموضوع خلص يا جماعه، بقى له احنا مطلقين بقى لنا 10 سنين. فبس يعني هو ده جه في وسط حوار ما كانش هو الموضوع. كل راجل وكل ست وكل بني ادم وكل طفل فيه ميزه مختلف عن الاخرين، الكاركتر بتاعه دي بصمه، مفيش بصمه ايد شبه التانيه، مفيش شخصيه شبه التانيه. في ناس عندها بعض الطباع شبه بعض، بعض الطباع مختلفة عن بعض. لا حسين طبعا في حاجات مختلفة كتير. ليه بتجروني الكلام عن حد؟ فنفتح ترندات تاني. لا طبعا هو يعني انا اتسالت برضو سؤال انت جريتي ورا جماله؟ قلت لهم لا مش الجمال، اصل ست هايفه لو بصيت بس لجماله. الراجل مش بجماله، الراجل بثقافته بطباعه بثقته بنفسه بطريقه التعامل. فمن يعني ما نقولش مثلا دي ست بس جميله ونسكت، اكيد في مميزات اخرى. طبعا الشكل حلو ومهم، لكن بعد ما بننبهر بالشكل لازم يبقى فيه وراه حاجات. بص انت انا هتضرب من كل الباقي. النجاح رزق، الشغل رزق، الحاجات دي كلها رزق، اللي ربنا بيرزقني بيه وقسمه لي انا راضيه بيه.